شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتفقنا هنعمل ايه؟ تمام، المفروض هنخش كودينج على طول. هعمل كلوز اول تابس. اول حاجة هروح في الكنترولر هكري كلاس جديد هسميه ايه؟ هسميه مثلا ممكن يسموه لوجن. تمام، هروح في الستودنت كنترولر هاخد دول كوبي اختصارا للوقت. تمام، وهعمل ايه؟ هعمل كنترول في. تمام، هنا انا مش عاوز سيستم خالص. تمام، انا عاوز بعد ما يدخل لوكال هوست 8080 يدخل ساين ان. تمام، هعمل بابليك سترينج مثلا ايه ساين، او خليها لوجن. تمام، وهنا اد ريكويست، قصدي بقى بوست. تمام، احنا اتفقنا المره اللي فاتت، برضه هفكرك ان احنا عاوزين نعمل ميثود من نوع بوست لوكال هوست 8080 ساين ان، وادي له ايه؟ اليوزر نيم والباسورد. اذا هنا هقول له ايه؟ مش عاوز حاجه، انا عاوز هنا بس ساين ان، او بعد ما يدخل لوكال هوست 8080 ساين ان SIGN. تمام، اهي ساين ان، حلو قوي. المفروض هنا هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي ايه التوكن بتاعي. المفروض هنا هيبقى التوكن، هنخلوه توكن بشكل مبدئي. تمام، وبعدين فاضل حاجه. فاضل ايه يا عم؟ المفروض هتبعت له في البادي اليوزر نيم والباسورد. اذا هستقبل اوبجكت، هقول له اد ريكويست بادي، هقول له ايه؟ لوجن يوزر. تمام، هتبقى ايه؟ لوجن يوزر. طبعا الكلاس ده مش متكريت، فانا هروح اكريته في الموديل اهو. ممكن تعمله في باكج تانية اسمها دي تي او افضل، لكن خلينا نكريته في الايه؟ في الموديل. نيو جافا كلاس اهو، هيبقى فيه بقى ايه؟ هيبقى فيه برايفت string user name private string password. حلو قوي. ممكن اعمل بقى ايه؟ add data و add no args constructor و add args constructor all arguments constructor. تمام كده، احنا تمام، مفيش اي مشكله. هروح هناك هعمل له امبورت اهو، عملت له امبورت. اذا كله تمام، مفيش اي مشكله. المفروض لو رحت هنا، خلينا نعمل ريران، المفروض اروح هناك واعمل ساين ان يرجع لي ايه؟ توكن، صح ولا غلط؟ ده المفروض. تمام اهو، هروح هناك اهو، هعمل سند. قال لي ايه؟ ان اوثرايز، مع ان كل حاجه تمام، يعني كل حاجه تمام، ما فيش اي مشكله. اذا في ايرور عندنا. ايه الايرور يا عم؟ خليها الفيديو الجاي. هنعمل جيت اد، هنروح هناك اهو، هكاري نيو ايشيو. عندنا ايشيو تهيألي ما عملناش كلوز. لا ادي ايشو ايا كانت، نيو ايشو كنترول في، هقول له ايه؟ كرييت كنترولر لوجن اند موديل لوجن يوزر. حلو، اساين يور سيلف، سبميت نيو ايشو، هاخدها اهي كوبي، هروح هناك هعمل جيت كوميت كنترول في، وهعمل كلوزس. تمام، كوميت اند بوش. تمام، مفيش مشكلة.
بوش، هستنى قبل ما يعمل بوشنج. تمام اهو، خلص البوشنج هروح هناك كلوزد، والكوميت بتاعتي وكل حاجه كوميت يا جماعه، وكل حاجه تمام مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو مفيد ان شاء الله، هنشوف الايرور المره الجايه باذن الله، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.